السلام عليكم ورحمة الله، بكل الخير. يتجدد لقاءنا معكم نشوى من قناة أسرار النبات والبيئة أكتيف وومن. فيديو النهاردة مهم جدا جدا، وهيكون طفرة في أسلوبنا الغذائي وطريقة تناولنا للكثير من المزروعات إذا اتبعنا في غذائنا هذه الأشياء. كلمنا عن برعامة أو استنبات البذور، يريد تكملوا الفيديو للنهاية لتعرفوا أهمية الموضوع وفوائده الرهيبة. كل ده هيتم بكل سهولة ومش هنحتاج لأي خبرة أو وقت. اولا بالنسبه للبرعم، هو الجنين اللي بيخرج من البذره او النبات الصغير اللي بيكون في اول مرحله لنمو البذره. بالنسبه لبرامه البذور، هي عمليه النقع ثم تحرير الانزيمات ومضاعفه الفيتامينات والمعادن اللي موجوده في البذره قد تصل ل 2000%، لذلك بنعتبرها اغذيه سحريه. طبعا مش هقدر استعرض لكم كل فوائد البذور المبرعمه، لكن هيوصل لكم انكم بالفعل تقدروا تزرعوا بطريقه مختلفه وتقدروا تحصلوا منها وبكل سهوله وبدون اي خبره او مجهود وفي وقت قياسي على النباتات بشكل مختلف ومحاصيل بشكل وطعم رائع. الموضوع ده مش جديد لان اجدادنا عرفوه، لكن اصبح غير متداول بيننا الان. اكيد بعد ما هتتعرفوا على فوائد البذور المبرعمه هترجعوا تدخلوها في نظامكم الغذائي، وطبعا ياريت الكل يعمل كده. هنتعرف دلوقتي على بعض فوائد تناول البذور المبرعمه. احنا قلنا ان بعد نقع البذور وعمليه الانبات بتعمل على تحرير الانزيمات. الانزيمات دي بعضها بيعمل على هضم البروتين، والبعض منها بيعمل على هضم الكربوهيدرات، ايضا منها من يعمل على هضم الدهون والالياف، فيزيد قدرة الجسم على امتصاص المعادن زي الحديد والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم. وبكده نقدر نريح البنكرياس اللي بنرهقه بتناول الأكلات اللي أصبحت فقيرة للإنزيمات. كمان بيحتوي البرعم أو صغار النباتات على كميات هائلة من كل ما سبق، تفوق ما تحتوي عليه النبتة في أي مرحلة أخرى حتى بالمقارنة مع الخضروات تامة النضج. بالإضافة إنها لا تحتوي على أي مواد كيماوية، بالعكس نجد فيها كل الطاقة والحيوية. كمان هنحصل منها على 30% زيادة من نسبة البروتينات، والبراعم بتقضي على المواد اللي بتمنع امتصاص الجسم للمعادن، بالإضافة للتخلص من مثبطات الإنزيمات. وبكده نقدر نستفيد من فيتامين ألف بضعف 285%، وفيتامين ب بضعف 208%، B2 بضعف 515%، B3 بضعف 256%، وفيتامين C وأحماض أمينية وأحماض دهنية أساسية. كده بتعتبر البذور المنبتة أو البراعم علاج فعال طبيعي للوقاية من الكثير من الأمراض، تعتبر كنز أو صيدلية لا مثيل لها. واذكر أن أي حد وهو مريض بينصحه بتناول فول النابت أو الفول المنبت، وده شيء متعرف عليه. ايضا براعم البروكلي بتحتوي على ضعف 50 فايدتها بدون انباتها، تعتبر مركب طبيعي ومضاد للخلايا السرطانيه. دلوقتي هنيجي للتطبيق العملي وهنشوف هننبت البذور ازاي. زي ما قلت قبل كده ان الموضوع سهل وبسيط، مش محتاج اي خبره ولا محتاج اي حاجه، ولا محتاج تربه ولا شمس ولا اسمده. كمان هنقدر نزرع وننبت طول السنه، مش هنتقيد بموعد. نقدر ننبت كل البذور، كل اللي احنا محتاجينه نوع عبوه مسكوبة أو برطمان وضوء نهار أو ضوء منزلي، وثلاث دقايق لمتابعة البذور كل يوم. ده كل اللي احنا محتاجينه. زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي هنبدأ بالخطوات. هنقوم بنقع البذور. هننقع البذور أي بذور بكليات أو أي بذور موجودة عندنا، بذور خاص، بروكلي، جرجير، سبانخ، أي حاجة موجودة عندنا، أي بذور موجودة عندنا هننقعها. هننقعها من 6 ساعات ل 12 ساعة. مدة النقع هتكون على حسب قوة القشرة أو الغلاف المحيط بالبذرة، يعني القمح والفاصوليا واللوبيا والعس كلهم هيتنقعوا من 6 ل 8 ساعات عشان القشرة بتاعتهم ضعيفة. كمان في الصيف هنغير المية كل 3-4 ساعات. هنجيب الأواني اللي هننبت فيها البذور ونعمل فيها سكوب. بالنسبة للبرطمانات هنشوف بعد كده هنعمل فيها ايه. لو الأواني موجود فيها سكوب خلاص هنزرع فيها. بعد كده هنجيب مناديل ونبللها ونضعها في أسفل الإناء، ونضع فوقها طبقة معقولة من البذور، مش هنزود قوي عشان ما نجعلش البذور تضغط على بعضها، وكمان عشان نقدر نشوف البذور الفاسدة أو البذور اللي اتغير لونها، لأن دي برضو عملية مضرة لو تناولنا أي بذور تم تغيير لونها أصبح أسود أو حصل فيها جزء من العفن. فلما يبقى السطح موجود قدامنا نقدر نشوف كل البذور، نقدر نستخلص منها البذور اللي فسدتها. بعد كده هنحط
منديل أو قماشة مبللة فوق البذور ونقفل عليها لمدة 5 أو 6 ساعات. بعد كده نفتح العبوة ونشوف لو المية اتبخرت أو البذور قربت تجف. احنا مش عايزينها تبقى جافة، احنا عايزين نحتفظ بالرطوبة الموجودة فيها علشان تواصل عملية الانبات أو البرعمة، وبرضو مش هنزود المية عشان ما تعفنش البذور. كل شوية يعني كل 4 5 ساعات نفتح العبوة ونشوف. بعد كده إذا حصل انبات هنسيب العبوة مفتوحة ونسيب بس القماشة المبللة. بالنسبة للبرطمان، بعد ما نقعنا البذور هنحط أقل أو ربع حجم البرطمان، مش هنكتر عن كده لأن البذور بعد ما بتتبرعم هتلاقوها بعد كده إن شاء الله هتملأ البرطمان، فمش مفروض إن احنا نملاه أكتر من كده عشان ندي فرصة لعملية البرعمة وإن البذور تدي برعم حلو مش مضغوط عليه. في البرطمان أنا حطيت بذور عدس وفاصوليا ولوبيا وكمان قمح، لكن في الأواني حطيت قمح ولوبيا وفاصوليا. بالنسبة للبرطمان، بعد ما بغسل البذور يعني بعد ما نقعتها وحطيتها في البرطمان هغسل البذور كويس قوي، وهجيب شاشة أو أي حاجة فيها ثقوب وهغلف البرطمان كأنها غطى البرطمان. بعد 4 5 ساعات برضو هاخد البرطمان اغسل البذور كويس قوي وارجع اصفيها من خلال الشاشة او الغطاء المسكوب، وهحطهم برضو بنفس الطريقة اللي انتم شايفينها دي، هحطهم بميل بحيث اي مية زيادة تنزل من البرطمان عشان ما تعفنش البذور. كل 5 6 ساعات هعمل نفس العملية، اعمل عملية غسل البذور وارجع اصفيها تاني. وزي ما احنا شايفين عملية الانبات بدأت والبذور ما شاء الله خرجت البراعم بتاعتها. قبل كده احنا قمنا بتنبيت القمح، وهسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف وفي شاشة النهايات. قبل كده احنا نبتنا القمح وسبناه مدة 14 يوم، فطبعا ادانا طبقة عالية جدا او طبقة كثيفة من الاوراق او البراعم. ينفع ان انا اخد البراعم دي واعمل منها عصير او احطها على السلطة او اعمل منها اي حاجة، وكمان بتنفع اصحاب اللي هما بيعملوا عمليات مشروع او تسمين المواشي، تعتبر بالنسبة لهم علف تديهم كمية كويسة جدا. لكن احنا هنا عايزين نتناول البذور بسرعة، فاحنا هنسيبها يعني بالكتير قوي 4 أو 5 أيام. لكن لو عايزين ناخد منها انتاج اخضر اكبر شوية هنسيبها لمدة 10 أو 14، من 10 ل 14 يوم. انا لاحظت ان اسرع حاجه هنا نبتت هي نبات اللوبيا، نبت بسرعه جدا في البرطمان وكمان في الاناء. بالنسبه للبرطمان زي ما انتم شايفين كده كميه البذور المنبته تضاعفت فملت البرطمان، عشان كده قلنا ان احنا نضع كميه صغيره جدا في البرطمان علشان مش هيبقى فيه فرصه ان البذور تاخد راحتها وتنبت اكتر. كمان في ملحوظه مهمه جدا، احنا شايفين ان درجات الحرارة ارتفعت بشكل غير طبيعي، فعلشان البذور برضو ما يحصلهاش اي نوع من انواع العفن ويفسد الموضوع كله وتفسد عملية الانبات، بالنهار بتكون الاواني والبرطمانات موجودة في جو التكييف، لكن بالليل انا بحط البرطمان والاواني في التلاجة وبخرجهم تاني يوم. بكده بحافظ على نسبة الرطوبة وفي نفس الوقت درجة الحرارة ما تفسد ليش عملية برعامة البذور. بالنسبة لأي تغيير في لون البذرة إنها أصبحت سودة أو حصل فيها أي عفن، لازم أتخلص من البذور دي، لأن طبعا البرعم مفيدة جدا لكن لو نبتت بشكل خاطئ هتتسبب لنا في أضرار، عشان كده لازم ناخد بالنا من أي بذور فسدت. ولازم ما نزودش كمية المية، برضو هنحتفظ بالرطوبة لكن ما نزودش كمية المية، يدوب رذاذ خفيف أو رشة خفيفة. بالنسبة لتناول البراعم ممكن نضيفها لطبق سلطة أو نتناولها زي ما هي كده، أو ممكن نحط عليها أي صوص صحي مثلا قطتين خل وعصرة ليمون ومعلقة زيت زيتون أو أي دريسنج حابينه، لكن ياريت ما نعرضهاش لأي حرارة عن طريق طهيها عشان ما نفقدش أي من فوائدها الكتيرة، والباقي هنحتفظ بيه في علبة في التلاجة لمدة أسبوع مش أكتر. طبعا قبل ما تخلص كمية البراعم نكون منبتين بذور تانية، زي ما انتوا شايفين كده بدأت أنبت حمص وقمح علشان لما تخلص الكمية اللي عندي. بالشكل ده يكون عندنا طول السنة غذاء مليان بالفوائد بدون جهد أو تربة أو نتأيد بمواعيد زراعة.
كمان هيكون عندنا براعم خالية من الأسمدة أو الأمراض والأفات اللي بتصيب المزروعات. بالعكس هناخد كل الفايدة، وهنلاحظ مع تناول البراعم دي قد إيه صحتنا وبشرتنا ونفسيتنا تحسنت. ياريت يكون ده أسلوبنا الجديد في طريقة تغذيتنا. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، إن شاء الله أكون قدمت معظم المعلومات اللي تفيدكم وتجاوب على تساؤلاتكم. أي استفسار ممكن تتركوه في تعليق أسفل الفيديو أو في رسالة على صفحة القناة على الفيسبوك، هتلاقوها إن شاء الله في صندوق الوصف. شكرا لحسن متابعتكم، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك بالقناة، وإلى أن نلتقي في فيديو آخر أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله.